تحتضن ساحتا شام دو مارس وتريكاديرو المحيطتان ببرج إيفل والشاهدتان على إنجازات رياضية كثيرة على مر الزمان فعاليات عدة ضمن الألعاب الأولمبية والبارالمبية في مكانين سياحيين رئيسين في باريس. حديقة شام دو مارس تحتضن الواقعة بين برج إيفل والمدرسة العسكرية فعاليات المصارعة والجودو ثم فعاليات الجودو البارالمبي والرغبي البارالمبي في الأرينا داخل الأرينا أو القصر الكبير المؤقت المقام لأغراض تجديد المبنى التاريخي الموجود على الضفة الأخرى من نهر السين. وفي الهواء الطلق يحضر ملعب برج إيفل لاستضافة فعاليات الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم للمكفوفين. البرج بناه غوستاف إيفل في عام 1889 للمعرض العالمي وهو يعد رمزاً لباريس وفرنسا وأحد أشهر المعالم حول العالم حيث استقبل 6.3 مليون زائر في 2023. المعلم كان شاهداً على إنجازات رياضية في 10 نيسان تمكنت الفرنسية أنو غارنيه من تحطيم رقم قياسي عالمي في تسلق الحبل حيث وصلت إلى الطابق الثاني على ارتفاع 110 أمتار. وعاد الفرنسي جيرار دانس الاستعراض بطائرة خفيفة في 6 نوفمبر عام 1986. وفي عام 1989 قام المتزحلق على الحبال فيليب بوتي بعبور 700 متر على سلك يفصل بين قصر شايو وبرج إيفل، كما قام ناثان بولين أيضا بالمشي على الحبل من برج إيفل إلى تروكاديرو على ارتفاع 70 متر في عامي 2017 و2021.